هل تعلمون كيف كان يفطر أهل الصفة الكرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان؟ وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر؟ وماذا كان يوجد على مائدته صلى الله عليه وسلم؟ لنقارن بين موائدنا في شهر رمضان ومائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونفديه بأنفسنا وأموالنا وأهلنا. ولنتأمل ما رواه سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: حضرنا رمضان ونحن في الصفة فصمناه، فكنا إذا أفطرنا أتى كل رجل منا رجل فأخذه فانطلق معه فعشاه، يعني أفطر معه في بيته، فأتت علينا ليلة لم يأتنا أحد. ماذا أيها الأحبة لو تفكرنا قليلا عند سماعنا لهذا الحديث؟ الآن نفطر على أنواع وأنواع من الأطعمة ونحن في بيوتنا، أما أصحاب الصفة هم أصحاب رسول الله في المسجد، ليس لهم بيت يؤويهم ولا عائلة تطبخ لهم، وهم عند رسول الله أفضل خلق الله ونبي الله سبحانه وتعالى. ورغم قرب هؤلاء الصحابة منه كانوا ينتظرون أحدا ليأخذهم إلى الإفطار عنده، وذلك من شدة فقرهم وحاجتهم. قال سيدنا واثلة: فأتت علينا ليلة لم يأتنا أحد، ثم أصبحنا صياما اليوم الثاني، ثم أتت القابلة علينا فلم يأتنا أحد، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بالذي كان من أمرنا، فأرسل إلى كل امرأة من نسائه يسألها هل عندها شيء، فما بقيت منهن امرأة إلا أرسلت تقسم ما أمسى في بيتها ما يأكل ذو كبد. تأملوا أيها الأحبة، ولنتأمل جميعا، ليس لدى أهل الصفة شيء يؤكل، ولا عند أمهات المؤمنين وهم في شهر رمضان، ولا في بيت رسول الله أعظم خلق الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنهما بيدك لا يملكهما أحد غيرك. فلم يكن إلا، يعني وقت قصير، فلم يكن إلا ومستأذن يستأذن، يعني على رسول الله، فإذا شاة مصلية مشوية وأرغفة، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت بين أيدينا فأكلنا حتى شبعنا. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا سألنا الله من فضله ورحمته وقد ذخر لنا عنده رحمة. كلكم يعلم أيها الأحبة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق في هذا الشهر المبارك، ويقول الصحابة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كان يعطي كل سائل محتاج، بل يتفقد المتعففين عن السؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يبحثون عن الفقراء والمحتاجين، حتى تدركنا رحمة الله سبحانه وتعالى يوم الفقر الأكبر، يوم الفزع الأكبر، يوم القيامة. ننفق ونساعد بما نستطيع وبما رزقنا الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: قد أديت الزكاة الواجبة علي ولم يبق لي منها شيء، أديت ما أديت. ولا ينبغي أن ينسى هذا الأخ الكريم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله للسيدة عائشة: لا توكي فيوكى عليك، لا توكي ما لك عن الصدقة خشية نفاده فيوكي الله عليك أو يمنعك ويقطع مادة الرزق عنك. هذا الحديث دل على أن الصدقة تنمو أو تنمي المال وتكون سببا إلى البركة والزيادة فيه، وأن من شح ولم يتصدق فإن الله يوكي عليه ويمنعه من البركة في ماله والنماء فيه، الجزاء من جنس العمل.
وفي حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أهل الصفة خاصة، من أهل الصفة خاصة ومن عامة الصحابة، دروس كثيرة وعبر عظيمة جدا لمن أراد أن يقتفي هؤلاء الصحابة الذين نتغنى بحبهم ونريد أن نقتدي بهم. فينبغي علينا أن نقتدي بهم في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا لنكون مرضيين عند ربنا. وفقنا الله وإياكم لذلك، وأعاننا الله وإياكم على ذلك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.